كل ما بيبقى في مهرجانات سينمائيه ومسرحيه ابقى انا مبسوط جدا. ليه بقى؟ لازم تبقى فاهم حاجه مهمه جدا عزيزي المواطن المشاهد العظيم. المهرجانات بتشجع الصناع. يعني ايه؟ المهرجان ده بيشجع على المزيد من العرض بتاع الاعمال السينمائيه المختلفه، اذا كان مهرجان سينما، اذا كان مهرجان مسرح، اذا كان مهرجان دراما وهكذا. طيب، فيبقى احنا في عندنا اعمال اكتر تبدا يتم انتاجها، وبالتالي تشارك في هذه المهرجانات، يحصل لها تقييم، الفيلم ده فاز، المسرحيه دي فازت، المسلسل ده فلان خد جايزه، علان كرم، الخ الخ، فتحصل حاله من حالات التشجيع، وبالتالي حاله من حالات اثراء الصناعه، دفعها للامام. هتلاقي على سبيل المثال مثلا مهرجان البحر الأحمر السينمائي بإذن الله هو دلوقتي في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة الثانية في الفترة من 1 لـ10 ديسمبر المقبل. طيب، في بقى تفاصيل كتير جدا على وقائع هذا المهرجان، فعالياته، الأفلام، الأسماء المكرمة إلى آخره. ينضم إلينا الناقد الفني والكاتب الكبير أستاذ طارق الشناوي. ازيك يا أستاذ طارق؟ استاذ طارق الخط قطع، هنعاود الاتصال مره ثانيه. احنا بالمناسبه احنا عايزين كان استاذ طارق علشان برضو يفتنا في ذلك، يعني هو من اهل الاختصاص في هذه المواضيع. اهميه المهرجانات دي حاجه، اهميه وجود اكتر مهرجان. في ناس تيجي تقول لك مثلا ايه، طب ما احنا مثلا عندنا مهرجان القاهره السينمائي الدولي، وعندنا مهرجان اسكندريه. اقول لك لا، ده احنا عندنا مهرجانات كتير لاكتر من مجال. بالمناسبه في مهرجان مثلا المنصوره للمسرح، في مهرجان البحر الاحمر للسينما، في مهرجان الاسماعيليه، وفي في اكتر من مهرجان ولاكتر من مجال فني. يا ساده الكرام، المهرجانات ما هياش بس الحاله الاحتفاليه، لا، المهرجانات يعني لجان تحكيم، يعني تقييم، يعني هوامش المهرجان، يعني التقاء الصناع، يعني تبادل وجهات النظر. وهرجع تاني ارحب وبشده بكاتبنا الكبير وناقدنا الفني الكبير استاذ طارق الشناوي. ازيك يا استاذ طارق؟ اهلا اهلا، وحشنا يا استاذ طارق. تعرف لسه يا دوبك المباراه خلصانه، الماتش بتاع كنا في مقهى بقى في مدينه جده، ماتش السعوديه والمكسيك. قول لي النتيجه ايه؟ النتيجه أيوة ايه؟ النتيجه كام؟ 2-1 بس، يعني 2 لصالح المكسيك. الله، انما الجون السعودي جه في يمكن قبل النهايه بثلاث اربع دقائق. عمل نوع من التوازن كده، لان كانوا مهزومين 2-0. اوكي، فيعني عمل توازن شويه. انا كان نفسي السعوديه تكسب بصراحه. في كل الاحوال، يعني في كل الاحوال يعتبر يعني انجاز انك انت قدرت تصمد في الدور ده كويس، يعني بقدر المستطاع. بس فعلا الجون الاخير ده لصالح السعوديه عمل شيء من التوازن عند الجمهور. طب كويس قوي. العربي كله، لانه المقهى ما كانش بس جمهور سعودي، لا، ده جمهور عربي. طبعا عربي ومصري. طبعًا. كبير. طبعا طبعا طبعا، اصل انا يعني عمال كنت يعني بدعي ربنا نكسب. عندنا امل عربي في كذا، يعني هناك امل في اكثر من دوله ان ممكن الامور تبقى اجمل الدوره دي باذن الله باذن الله. نرجع بقى على كلام عن السيما ومهرجان البحر الاحمر في دورته الثانيه والاستعدادات. انا كنت بتكلم على اهميه المهرجانات بشكل عام يا استاذ طارق، وايضا من ضمنها بالتاكيد مهرجان البحر الاحمر اللي بتجرى استعداداته الان على قدم وساق. هو بص، غدا في حدود السابعه او السادسه توقيت مصر هيفتتح تفتح الدوره الثانيه. حلو. طبعا في مشاركات من عديد من الدول لانه مهرجان دولي. صحيح. في تكريم بالمناسبه للفنانه الكبيره يسرى. حلو. بجائزه اسمها اليسر، دي بتبقى للعطاء الممتد عبر الزمن، وطبعا يسرى اللي هي عطاها يعود لمنتصف السبعينيات. صحيح. واعظم حاجه ان الفنان يظل في بؤره الابداع مهما مر بيه الزمن. يسرى بتهضم كل زمن وكل عصر. عظيم جدا. السبعينيات وحتى الان طبعا، لما بيبقى في رهان على عمل فني سواء في الدراما التلفزيونيه او في السينما، يسرى موجوده. مظبوط مظبوط مظبوط. في تكريم ايضا لشاروخان الفنان الهندي المعروف، اهم نجم في الهند ده، ومن اهم نجوم العالم بصراحه. في حفلات طبعا، وفي حفلات غنائيه
وجز مثلا هيشارك في حاجه، عمرو دياب احتمال كبير هتلاقيه في الختام. حلو. يعني عايز اقول الوجود المصري لما في فيلمين، فيلمين مهرجان جده بيرمم فيلمين مصريين، خلي بالك من زوزو وغرام في الكرنك. بيرمم خلي بالك من زوزو وغرام في الكرنك. وخد بالك انه احنا دايما كنا بنقول ايه؟ بنقول دايما الفيلم العربي، يعني المفهوم عندنا في مصر والعالم العربي ان الفيلم المصري اسمه الفيلم العربي. الفيلم العربي. ده التعبير اللي يعني متعارف عليه في العالم العربي كله، لان انت بدات وقدمت، وعشان كده التراث ده صحيح تراث مصري لكنه في عمقه ايضا عربي. اتمنى صحيح. بجد ان الدوله من خلال وزاره الثقافه وبلاش الدكتوره نيفين الكيلاني انها يبقى في عندنا خطه قوميه لترميم افلامنا. يا ريت. يعني مهرجان القاهره رمم فيلمين، رمم فيلمين حسين فهمي الدوره الاخيره دي، يوميات نيابه في الارياف واغنيه على الممر، طبعا يوميات ده توفيق صالح، واغنيه على الممر علي عبد الخالق. لكن احنا في افلام كتيره مهدده، افلام مصريه بالضياع، يعني معناها الذاكره نفسها ذاكره الامه محتاجه ان احنا فعلا نعتبرها خطه قوميه. اتمنى صحيح. ده يعني مثلا يعني مهرجان جده بيعمل افلام اهو مصريه، بس ده الدور الحقيقي ان احنا نلحق، لانه مع الزمن ممكن الترميم نفسه ما يجيبش نتيجه لحفظ التراث، لازم نبدا بسرعه. اتمنى ده. اتفق معاك 100%. طيب هل تم اعلان قائمه الافلام المشاركه في مهرجان البحر الاحمر السينمائي اللي بيقام في جده السنه دي، يعني الدوره الثانيه، ولا لسه؟ لا طبعا، الافلام معلنه من اغلب دول العالم في افلام في في في, في المسابقه الرسميه. مصر ما لهاش فيلم، لكن نيلي كريم مثلا في لجنه التحكيم الدوليه. عظيم. لكن احنا في المسابقه مصر مش مشاركه. لكن لينا 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 في الافلام القصيره، في افلام مصريه في القصير متواجده. عظيم. ناهيك على انه اكبر وفد الحقيقه، وده كان موجود السنه اللي فاتت وموجود السنه دي، اكبر وفد موجود على مستوى العالم كله هو الوفد المصري كعدد. بطبيعه الحال ده مفهوم جدا. بطبيعه الحال. صح صح. بين صح. بين مبدعين وبين نقاد وصحفيين، وفي ايضا تغطيه من النايل سينما، يعني في حضور مصري عالي جدا جدا. طب ما دي برضو عوده قويه لمشاركه نايل سينما في تغطيه المهرجانات خارج مصر. يعني الحقيقه كانوا موجودين، ما اقدرش يعني، ما كانوا موجودين في قرطاج مؤخرا. كويس. في برلين كنت بشوفهم كتير وفي كان. والله حلو. يمكن سنوات الكورونا كانت شويه كان بيبقى في صعوبه. لكن الحقيقه لا، يعني في اهتمام انه مصر تكون موجوده في المهرجانات الكبرى. كان مهم ان تبقى في افلام مصريه روائيه يعني مشاركه، او افلام طويله مشاركه في المسابقه الرسميه، كان يبقى مهم وكان يبقى حلو. يعني وجودك، ما انت وجود، يعني الوجود المصري قائم. ما هو لما يكون في لجنه تحكيم وفي تكريم لمصريين، وفي ايضا افلام قصيره، وفي هذا الحضور لنجوم كتار ووفد اعلامي وايضا صحفي ضخم، ما كل ده وجود. هعتبره ده وجود. يعني ايه بقى؟ مش عارف، انا بحس انه عدم مشاركتنا بفيلم بيبقى ايه الوجود المشرف. حاجه كويسه وجميله، بس في اطار كمان منافسات داخل صناعه السينما العربيه، كنت احب يبقى في عندنا فيلم مشارك. اكيد. بس يعني عايز اقول ايه، ان انت بس مش كل فيلم مصري حتى لو جيد بيبقى له فرص في المهرجانات، لها شروط. يعني مثلا انت عرضت كمصر 19 به في مهرجان القاهره. ربما لو كان مثلا الانتاج هيديه لمهرجان البحر الاحمر كان كده هيحرم بلده منه. يعني عايز اقول في مفاضلات. يعني اتصور انه في فيلم مهم كان ممكن يكون موجود، لكن طبعا وجوده في القاهره
كان مهم، فعشان كده صناعه فضلوا التواجد في القاهرة، وده صحيح. وده موقف مطلوب قطعا يعني. جدا أنا بشكرك جدا يا أستاذ طارق، إلى أن ينتهي المهرجان وتعود إلى القاهرة بالسلامة، فنلتقي بقى في الاستوديو كعادتنا. كاتبنا الكبير وناقدنا الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي، محدثنا من أو كان يحدثنا من جدة.